مكوني. كيفكم؟ أو كيفكم؟ إضاءة سيئة من هون أنا عارف. نجرب نروح هناك مثلا هيك. لا المهم كنت بحكي لكم انه روحت من الجامعة زي ما شفتوا رحنا اشترينا شوية اغراض عشان قررنا نطبخ اليوم. فخلينا نبلش طبخ بعدين اشارككم افكاري لهذا اليوم وبهذا الفيديو هيك بنص الفيديو بكل شوي من الفيديو بس خليني ننجز عشان كمان اليوم ما يضيع. فرح ابلش طبخ الان. هون قاعد بسلق بالخضروات، حطيت جزر، بازيلا، بروكلي، ذرة، شو كمان يعني هالقصص. هون رح اعمل الرز، رجعته هون. بعد شوي رح نعمل هذا السدر بالمقلاي، يعني هيك رح نقليه وبس. فحبيت احكي لكم وين وصلنا في البروسيس. خلينا نحكي لحد ما يصير في اي تطور في الاكل، لانه الى الان ما في اي تطور. المهم حكينا ما بدنا نحكي المهم من الفيديو الماضي. انا متذكر من الاشياء اللي كنت بفكر فيها اليوم او هذا الاسبوع، كل يوم بروح بحكي لازم اكل اكل صحي، بكفي اكل فاست فود، لازم ادرس الاشياء اللي علي، اعمل اسايمنت الجامعه، مش عارف شو. فهيك تحسوا لسه طويله من كثير اشياء لازم تنعمل، وغالبا مش كلها بتنعمل، وبنعمل جزء منها بس بسيط وبعدين بننام لانه تعبانين من الدوام. فاليوم قررت انه لا، حتى ما كانش قرار هيك انقلابي او ثوري انه انا لازم اليوم اعمل كل شيء، لا حسيت حال جاع بالي اطبخ، فقررت اطبخ واكمل باقي الامور اللي لازم اعملها باقي اليوم. بس خطر في بالي انه احنا دائما لما نرجع نبلش من اول ونرجع نظبط ايامنا سواء في اكلنا بدراستنا بكل العادات الصحية اللي بدنا نفوت عليها، نرجع نحكي ما انا بلشت المرة الماضية وما زبط، او انا عملت، انا نويت امبارح وما زبط، انا نويت قبله وما زبط. بحس هاي نية كثير، انه نفكر بالنية اللي ما زبطت بتعطل علينا الانجاز تبع هاي اللحظة. فلو ما نفكر هيك عن جد، انا اليوم خطر لي انه بديش افكر انه انا امبارح حاولت وما زبط، خليني افكر انه اليوم بدي ارجع احاول وارجع اضبط اكلي وارجع اضبط مش عارف شو، لحد ما اكيد يوم من الايام عن جد يزبط ويصير هذا الاشي لايف ستايل اكثر من انه محاولات يوميه. لان اتوقع المحاولات اليوميه هاي هي اللي حتادي للايف ستايل كثير كويس. المي تبعت الرز بلشت تغلي، خليني اروح اشوفها وارجع. حطيت الرز عشان يستوي. فكنت بحكي لكم انه هاي المحاولات اليوميه اللي نحاول نعملها كل يوم كل يوم كل يوم ما بتروح هدر، يعني قصدي ما بتروح انه فكرة انه انا مبارح حاولت وما زبط مش معناه انه انا رح ارجع ابلش من الصفر. ممكن هاي الفكرة اكثر فكرة قاعد بحكي فيها بالفيديوهات الفترة الماضية، لاني اكثر فكرة قاعدة بتشغلني انا، انه هل انا لما ابلش اعمل اشي وبعدين اكسره انا برجع بعيد من الصفر، ولا هاي المحاولات مفيدة. فحسيت انه لا، هاي المحاولات مفيدة لانه المرة بعديها في البداية بعديها الموضوع بيكون ادفانسد اكثر، بيكون اقوى، كون انت عندك مهارات اكثر من المحاولات السابقه. فعشان هيك تفكير بالنوايا السابقه اللي ما زبطت ما يخليه يعطلنا، بالعكس يحفزنا على انه احنا مهيئين اكثر، لانه جربنا مره واثنين وثلاث وصار معنا كذا كذا بكل مره، فبالتالي المره اللي بعديها حيكون اقوى، فحنوصل لمرحله اعلى. لانه بالنهايه احنا عايشين بحياه هيك، هاي طبيعه الحياه، مش حينفع تكون حياتك طول الوقت ظابطة أو حياتك طول الوقت اللايف ستايل تبعها 100% كويس. فهي أول فكرة كانت خاطرة على بالي، بدي أروح أكمل طبخ ولو خطر لي إشي ثاني بحكي لكم إياه. هذا زيد أجا.
سيف احكي مرحبا. حاليا راح ابدا بصدر الدجاج. انا راح اشوحه تشويح عادي بزيت زيتون فلفل اسود وملح. فاطول زيت زيتون اشوحه واعمله وارجع لكم. اتمنى ما اكون بجيب العيد بالدجاج. زيت راح يبهدلني على وسخ الغاز هذا. ما علينا. بيكون جهز الغداء. صراحة أنا بعمل رز أحسن من هيك بس طالع معي معجن. المهم يعني كتجربة بدائية للأكل الصحي فبحكي بعدني ما جربت بس يعني كشكل 7.5/10. خلينا نجرب نشوف كيف طلع طعمه. بعد ما خلصت أكل جبت مي سناك راح أقعد أحضر. ليش أنا لاف الكاميرا؟ سنة كنت عاجز أقوم على مكان إضاءته أفضل فمش بيننا موضوع الإضاءة. المهم حكيت بديش أحكي المهم. هاي ثالث مرة بهذا الفيديو معلش. راح أحضر دوكيومنتري أو قاعد بكمل فيه لميغان ماركل وبرنس هاري. فلو ما حضرتوا احضروه شكله ممتع. قربت أخلص الحلقة الأولى فهيك أحضر شوي بعدين أقوم أعمل باقي المهام اللي علي لليوم. بس خليني أرتاح شوي من الجامعة ومن الطبخ ومن الأكل. يلا بشوفكم. حضرت الدوكيومنتري. حضرت حلقة ونص تقريبا. بعدين رحت فتحت معكم لايف على انستغرام. نرجع نكرر لو مش متابعيني في انستغرام روحوا هناك. كنت أتناقش معاكم بعدين كان تحول لكلام جدي. فصراحة حبيت أرجع أحكي هنا في يوتيوب وعشان برضو ناس يوتيوب تشوفه. دايما بيجيني أسئلة كثير على الانستغرام أو حتى هنا بيوتيوب بكثير مواضيع. بس جد بدي إياكم تكونوا عارفين إنه أي إشي بتشوفوه وهذا المفروض خلاص. أنا بحس إنه إحنا المفروض عديناه. بس معلش رح أرجع أعيده وأحكيه. إنه اللي بتشوفوه على سوشيال ميديا وعلى إنستغرام والهدف منه إنه يعطيكم طاقة بأجزاء معينة من يومكم. لما تحس حالك مش تمام، لما تحس حالك طاقتك قلت وكل هاي الأمور. بس هذا لا يعني إنه الشخص اللي بيقدمه طول الوقت كويس وطول الوقت طاقته منيحة وطول الوقت ناجح في حياته وطول الوقت بدرس. لا، بمر عليه أوقات صعبة، بمر عليه أوقات ما درس فيها. بس الجزء اللي هو صور لك يا هو كان كويس فيه وبنشر لكم يا مش لأي هدف غير إنه ممكن توصلكم رسالة من ربنا عن طريق هذا الفيديو، عن طريق هاي الصورة. وعن جد تكون طاقة لإلك وطاقة إنها تخليك تكمل وتحسها أعطتك شعور بإنه هاي الرسالة لإلي. هذا كله متفقين عليه. بس خلينا نتفق إنه ما نعمل بريشر على بعض ونحسس الناس اللي ورا الكاميرا إنهم أحسن ناس بالعالم أو بيعرفوا كل إشي. يعني ممكن يجيني سؤال شو رأيك في الجامعة اللي أبصر وين؟ أنا ما جربت هاي الجامعة. أنا ما زلت في الرحلة معاك. أنا برضه في رحلة بتعلم وكل يوم تجيني معلومة جديدة بقرأ. والأشياء اللي بشاركها معاكم هي من باب المشاركة مش من باب معرفي. أنا بشارك معكم الأشياء اللي بقرأها اللي بتعلمها الأفكار اللي بتخطر في راسي الأشياء اللي ممكن تلهمني وممكن تلهمكم. فبدياكم تكونوا عارفين إنه كلنا نفس الإشي. كلنا منمر بأمور صعبة، كلنا منمر بأمور بايخة وممكن ما ندرس. زي هذا الفيديو تبع اليوم كان عملت أكل صحي وأكلته وبعدين أجيت حضرت هيك دوكيومنتري عشان أستفيد وبعد شوي رح أروح كمل دراستي. بس في أشياء كنت ناوي أعملها وما عملتها وممكن أعملها بكرة ونكمل الفيديو برضه بكرة. ف جد جد هاي واحدة من المعلومات اللي أو الأفكار اللي بدي إياكم تكونوا عارفينها إنه إحنا كلنا بنتعلم مع بعض وكلنا قاعدين بنصنع بطريقنا مع بعض. ما في حدا عنده معرفة كافية وكاملة بإنه يعرف كل إشي. فبس فهاي كنت بحكي باللايف حبيت أحكي لكم إياها هنا بيوتيوب عشان أشارك برضو هاي الفكرة إنها بتخطر في بالي كثير. والأشخاص اللي كانوا في اللايف رح أرجع أسألكم إذا لأن حكيت لكم روحوا أحضروا الفيديو شوف إذا حضرتوه ولا لا. وإذا جايين من اللايف اكتبوا لي في الكومنت. نرجع حس لمحور الفيديو. ممكن أرجع أكمل لكم
باقي هذا الأسبوع نعمل شوية أشياء برضو عادات صحية بتفيدني وبتفيدكم على عدة أيام عشان نحاول نحسن من بعض ونستفيد. وبس فنكمل الفيديو. خليني أخليكم تكمل الفيديو. قلت لي عشاء بسيط، هذا عبارة عن جبنة وبندورة وخيار، فليفلة مع لبنة، لا هاي لبنة وهاي جبنة وخيار وبندورة بس. فرح تعشى بعدين أدرس لي تقريبا ساعة ساعة وربع، بعدين أتوقع حنام. فبس صباح الخير. اليوم الجمعة زي ما شفنا، بدأت دراسة قبل تقريبا نص ساعة أو أكثر شوي، وبنفس الوقت قاعد بغسل وعندي جلي، فحاس اليوم عندي كثير مهام، فما قررت إنه أعملهم كلهم مع بعض، اللي هو مثلا أدرس ساعة بعدين أرجع أكمل غسيل بعدين أروح أنشر بعدين أجلي شوية جلي، عشان بحس لو عملت مهمة واحدة كاملة بنفس الوقت ببذل جهد كبير، فبالتالي بدي ارتاح فبروح وقت كثير اللي هو برتاح، فبتمد الراحة فالدنيا بتصير ليل، فخلاص خلص يوم الجمعة. عشان هيك واحدة من التريكس اللي بحاول اعملهم انه نعمل الاشياء كلها بنفس الوقت. يعني هلا بدي اخلص هذا الفيديو تقريبا مدة ساعة وربع، وكمان الغسالة حطيتها على ساعة، فبتخلص الغسالة بخلص الفيديو بروح بنشر بعدين برجع لفيديو ثاني وهكذا. ف مالتي فانكشنال اسمها اي ثينك، بس مالتي فانكشنال اتوقع ات ذا سيم تايم. anyway المهم هاي تريك حلوة جربوها، يعني ما تفكروا انه لازم نخلص اشي واحد بعدين ننتقل للي بعده عشان نزيد من الانجاز من اسمها ايش، ليش مش عارف احكي الاسماء عشان كنت مندمج بالمحاضرة صراحة، بالانتاجية، نزيد من الانتاجية. والمحاضرة كانت تحكي عن السيجرز او الصرع، وواحدة من الانترستينج محاضرات صراحة، فبدي اكملها حاليا. هيك نكون خلصنا النيورا بعد عناء طويل، يعني هالمفروض كان خلص كثير زمان. المهم ما عليكم من الخربطة، صح كمان اشي مهم لزقت هاي الاشياء، هاي مواعيد مهمة لأعمار الأطفال لازم نكون حافظينها، فعشان ما أنساها وأضل نذكرها دائما لزقتهم هون عشان يضلوا قدامي دائما. المهم بس حبيت أعطيكم أبديت سريع، حكيت المهم بس أتوقع عادي، يعني كان مكانها جيد. ما علينا، بدي أكمل المحاضرة وبعدين بحكي لكم الأبديتس one by one. من الدراسة زي ما انتو شايفيني نازل في اوتفيت صفا بس عشان دواء الغسيل، دواء اسمه او مصفوق الغسيل خلص، فبدي انزل اشتري. اخذت زمان ما استخدمت الكياس الدقيقة، زمان ما استخدمت الكياس هاي تبعت القماش عشان قلل استخدام كياس البلاستيكية، بحس بتأنيب ضمير في تجاه البيئة. بس أغلب الأماكن صاروا يحطوا ريسايكلد بلاستيك باكس، أنا مش كتير مقتنع فيها، بس اللي هو يعني هذا الموجود. فبس رايح أشتري مصفوق غسيل وسناك بسيط بعدين أرجع البيت أكمل غسيل ودراسة وباقي التفاصيل. اشترينا مصفوق الغسيل، اشتريت صراحة كمان قزازة طفل للمي لأنه عندي بس وحدة، حكيت هاي زيادة يعني هيك مش عارف ليش لازم الواحد بنزل على السوبر ماركت ما بشتري بس الإشي نزل عشانه، لازم تجيب أشياء زيادة.
تغديت، درست شوي بعدين رحت تغديت، وحاليا ثواني بحضر بالدوكيومنتري تبع هاري وماغن، ميغن هاري وماغن. انا في ابسود 5. انا كنت حاكي لكم انه 3 حلقات بس هو 6 مش 3، وانا الان في الحلقه الخامسه. كنت باكل اوريو وبس، يعني ما عليكم حاليا استرخاء يوم الجمعه، ممكن اطلع امشي بعديها بشوي وبعدين ارجع اكمل دراسه، بس الى الان راح اقعد احضر الحلقه وبعدين بنشوف شو بصير. نزلت امشي زي ما حكيت لكم، جبت قهوه، وانا ما طلبت دونت بس محل اعطاني دونت فري، قال لي في لك دونت فري، شكرا. ما انا مش جعبه صراحه، مش حلو، فحطيته بالشنطه. حاليا قاعد امشي، مش عارف الديستنيشن، بس لتفريغ اي طاقه سلبيه موجوده.